بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل يقول نقدر يعني هل إيش صحة مقولة الصلاة رياضة أو رياضة الصلاة؟ إخواني الله يعافينا وإياكم، الصلاة أعظم من هذا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انظر ماذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر ماذا قال ربنا عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وانظر ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل والشرك، أو قال بين الرجل والكفر، ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزيرة سنامه الجهاد. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ثم نترك والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى، ثم يترك كل هذا ونقول الصلاة حركات رياضية والصلاة رياضة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ثم يبدأ الناس يؤلفون في ذلك كتب ويقول لك هي عبارة عن الصلاة تمارين تشابه النزول والقيام، وتمارين تشابه السجود، وتمارين تشابه الجلوس، و30 ركعة في 2 سجدة ب60 مرة في اليوم، و60 سجدة في 30 ركعة ب90 مرة، 60 سجدة زي 30 ركعة في 90 مرة في اليوم، واحسب الركوع واحسب السجود، واحسب كم تحرك ميل الجذع للأمام. وبعض الكتاب يقول لك نموذج لكي يقلده اليوغا، لنفس رياضة اليوغا موجودة عندنا فين؟ موجودة عندنا في الصلاة. ثم يصبح الإنسان نسأل الله العافية والسلامة تحول من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أصبح كل صلاته إيش؟ للتمارين الرياضية وليست لله رب العالمين. وهذا هو الفرق بين من يصوم للحمية ومن يصوم لله عز وجل ليدخل باب الريال، وبين من يصلي من أجل التمارين الرياضية وبين من يصلي من أجل إرضاء رب البرية. وبعدين يقول لك فوائد الصلاة البدنية: تحسن القلب، توسع شرايين، تنشط الجهاز الهضمي، وتزيل العصبية والأرق، وتزيد المناعة، وتقوية العضلات. يا أخي كل هذا ما نحتاج لكي نبحث عنه يا إخوان، والله يكفيك لو إنك أنت مجدع الأنف مقطع الأطراف ولكنك تصلي لربنا عز وجل. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي القضاعي تقطعت أطرافه بعريش مصر، فدخل عليه عابر سمين بعدما سمعوا تسبيحا من داخل خيمة، فإذا برجل مقطع الأطراف ويقول: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، فقلت: على أي شيء تحمد الله؟ قال: أن جعل لساني يذكرهم. وهذه الألفاظ كلمة الصلاة رياضة ومثل الرياضة، هذه ما جاءت إلا في القرون المتأخرة، الذين أرادوا أن يجعلوا كل أمر من أمور عبادتنا يربطوه بأمور الدنيا لكي يرضوا الكافر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يكفينا في الصلاة أنها عبادة وأنها هذه عمود هذا الدين، ويكفي أنها ركن ثان بعد التوحيد، ويكفي أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره
عن الصلاة إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ويكفي أن النبي يقول أرحنا بالصلاة يا بلال عليه الصلاة والسلام، ويكفي أنه في أشد الأوقات حلكة النبي يقوم يصلي كان في غزوة الأحزاب، ويكفي يوم زادني فخرا وتيا وكدت بأخمص ثريا صيرتني في قولك يا عبادي وأرسلت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن الله عز وجل نعته بالعبودية في أعظم المواطن في موطن المعراج الذي لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وفي موطن التنزيل وفي موطن الصلاة وفي موطن الجهاد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يصلي. فدعونا من مثل هذه الألفاظ أيها الفضلاء، والزموا الأمور كما هي أنها عبادة وأنها قربة لله تبارك وتعالى، ولا يمنع أن يكون في طياتها فوائد رياضية وبدنية وأمور، لكن هذا ليس هو المهم. كم من أجساد رياضية ولا وتحمل الأثقال ولا تستطيع أن تحمل شرشف وبطانية وملاية عشان يقوم يصلي، والله عز وجل تجد الرجل العجوز الكبير سبحان الله يذهب إلى الصلاة، ثم نقول الصلاة رياضة مثل الرياضة وإلى غير ذلك. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فنرى أن هذه الألفاظ ليست سائغة وليست لا ألفاظا قرآنية ولا ألفاظا نبوية ولا تعرف عن أحد من أهل السلف، إنما جاءت في هذه القرون في هذه القرون المتأخرة. وأما إذا كان يأتي في بعض الكتب مثل كتب الغزالي وغيره لما يقول لك هذه في رياضة للنفس، يعني فيه تأديب للنفس مش رياضة بمعنى ثني ومد وفوق وتحت إلى غير ذلك. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.